سعيدة جدا إنها بتمارس حق دستوري بكل حرية وبكل شفافية. تأمين خارج المقر، بشكر السلطات السعودية إن هي وفرته بالكامل، أماكن انتظار سيارات برضو هم اللي وفروه، المرور في الخارج، هيئة طبية كاملة موجودة من الأشقاء في السعودية تحسبا لحدوث أي شيء. الحقيقة الإقبال زي ما أنتوا شايفين، الكاميرا تقدروا تتجولوا بيها في كل أنحاء اللجنة. الانتخابات ده دور وطني عشان مصابة الأفضل لينا ولولادنا. طبعا احنا مبسوطين قوي، يعني ان احنا في السفارة المصرية كأننا في مصر بالظبط، وان احنا قادرين نشارك في حاجة زي كده، لان ده يعني فعلا محفل احنا كلنا مبسوطين بيه جدا، يعني وان احنا جايبين أولادنا حتى يعني ان هم يحسوا بالانتماء للبلد في كل خطوة وفي كل حركة. انا فرحانة كأني فعلا في عرس وبترتبوا أولادنا كلهم جايين وفرحانين وينتموا للبلد نحو مستقبل أفضل للبلد. مصرية بمنطقة القصيم من على طريق القصيم الرياض اتجاهنا إلى السفارة المصرية للإدلاء بسطنة والاستحقاق الانتخابي للجالية المصرية. الأمانة إحنا طلعين مجموعة من عائلات وشباب وأسر فرحة وبهجة وسرور للعرس الانتخابي الرائع الجميل اللي طلع فيه الجالية المصرية على مستوى المملكة العربية السعودية بفرحة، ومن وجداننا طالعين نشارك ونقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. طبعا احنا متواجدين من منطقة القصيم إلى مدينة الرياض، مقر الانتخابي بالحزبية المصرية في الرياض، للقيام بواجبنا وحقنا الدستوري في الانتخابات الرئاسية 2024 من أجل تنمية مصر ومن أجل تطوير مصر.